أنا أول حاجة نعملها عادة في العيادات متاعنا، أنا في عيادات طب النساء والتوليد الفحص الطبي يجي بعد الأسئلة اللي نسألهم اللي هما متاع حالة السمنة، الشعر بزيت، الطريق شهر اللي ما يجيش كل شهر، الأشياء ذكر كلها نعملوا ليكوغرافي متاعنا التشخيص بالصدى، راو كانوا فما ليزوفير كيسون أكبر من العادة، ليزوفير أكبر من هذا، في عوض يكون 2.5 أو 3 سنتيمتر لقاه 4 سنتي لحتى 5 سنتي في الكبر متاعه، معناته ما بدي كبار يكبر عليه خاطر تتراكم فيه برشا بويضات صغار، يكبر ما غير ما يكون مفعول ايجابي بالنسبه للحمل، معناتها مبيض كبير وبرشا بويضات وصعب في الحمل، معناتها شفت الحكايه فما بارادوكس والاخرى تلقى 2 سنتي المبيض ونص فيه بويضه باهيه والمراه تحمل بسهوله تامه، معناتها شفت الفرق مفارقه بيه. فما حاجه ما نحبش مش نقولها هذا خاطر في العلامات، العلامات حكينا في العلامات العياده العاديه على الواحد، فما حاجه مهمه اللي هي باش نذكروا بها اللي فما عند المرأة أهم حاجة تعدي عليها طفلة تعدي على الأشياء هذه الكل على التكيس كما قلنا. طبعا عند المرأة تزيدوها حاجة أخرى، شنو هو اللي تعدي عليه؟ هو العقم، هو صعوبة الإنجاب.